انتوا فرق السن بينكم قد ايه؟ ايه بقى ايه؟ ليه؟ بس عايز اعرف. ست عارف. سنين. ست سنين؟ عمرو اكبر من ماما اصلا. عمرو اكبر واحد في الاسره كلها، بابا وماما. هو اللي اكبر من امه. لا لا لا، فرق بينا في الشخصيه في البتاع. ها؟ يعني فرق حضارات. دي تمام، دي معانا. في البتاع كبير كمان بس. عالم اصلا على فكرة، صح؟ على فكرة انت اخوك كبير عالم. كلمه عالم دي اصلا يعني بتخوض برضه، صح؟ لا لا، بنت لذينه، صح؟ لو لما تعيش معاه كمان سامح، ده مختلف تماما. طب بيهزر بقى وكده ولا؟ أيوة. ولا قافش قوي؟ اه بيهزر. سامح ده الوحيد اللي بيلبس شبشب في البيت، بيلبس شبشب في البيت، واحنا ما بنلبس شبشب في الشارع، فاهم قصدي؟ يعني هو بيلبس شبشب جوه البيت، فده مش بني ادم. طب لو لبسته في الشارع اقلعه يعني، انت واخده كده. طب اتخانقتوا قبل كده خناقه مع بعض؟ ضربتوا بعض؟ انا وعمرو؟ لا ومالوش ملك. لا ده اللي حصل لي بعض. احنا اتضربنا مع بعض. اتضربتوا مع بعض؟ مع بعض الحمد لله. لا فكره الطويل ومالوش كريم برضو مره اتخانقنا الخناقه دي. هو كريم ايه؟ انت عارف كريم صاحبك حبيبي. هو كريم لما تقرب منه كريم بيضحك جدا يعني. وعنده تفاصيل. لا بجد والله. جدا. لا يعني كريم كوميديا هي نفس الفصيله. هو دمه خفيف بس هو ايه يعني؟ يعني عايزين الناس ما تعرفش عنه الجانب ده. لا بيضحك جدا. بيضحك جدا. بس هو ايه، يجي مثلا عنده تفاصيل. كنا ساكنين ايه في الهرم زمان، شقه عاديه جدا مش حلوه اصلا. فلما قعدنا بقى عشنا مع ابويا، فهو عنده تفصيله يصحى من النوم. كان في يعني حد قدنا في السن كده بيساعدنا في البيت، وصاحبنا يعني انا بحبه جدا وبحب كريم. فهو عنده تفصيله يصحى من النوم حضر لي الحمام. حمام ايه؟ الحمام اصلا ما فيهوش سخن. حضر لك ايه؟ هو عايز يبقى الرسمه دي من واحنا صغيرين. هو فاهمها كده. ولما كبر بقى كده يعني. هو زي عمرو برضو. عمرو انت عارف ان عمرو قعد سنتين جايب سواق ومعهوش عربيه؟ عايش عربيه. والله العظيم اقسم بالله. كانوا بيتكلموا مع بعض. كان معايا محمد ده ربنا يمسيه بالخير. كنا بنركب انا وهو تاكس. والله. وكان بيفتح له سواق الاوبر، اقسم بالله. لا يعني انت فاكرها ان انا بنرمي افيه ليه بقى؟ والله العظيم كنت عايز احس الاحساس ده فعلا. والله العظيم حاسس ان مش هيجي لي فاعمله. فقلت هعمله. ربنا كرمني. اما كنت بشتغل في الاول في الفن، بدات ايه اكسب قرشين، قلت اجيب سواق الاول قبل العربية. قبل اي حاجة. ارخص كمان، المرتب ارخص من العربية. لا ارخص. معايا ارخص مرتب والقصة. عشان بيركبوا تاكسي مع بعض. وبيفتح له سواق باب التاكسي وسواق. ده دي احلى اصلا. ولما حبيت اجيب عربية بقى حصلت كارثة. شفت؟ عشان شبه، انا بتكلم يعني شبه كريم. شبه كريم جدا جدا يعني. فاهم الموضوع بس مش ايوه. ولازم تقرب منهم عشان تفهم بيهزروا ازاي.